الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بدايه جيده ومبشره نادي الزمالك بالفوز على تذكر الكيني 1-0 بهدف اشرف بن شرقي، الفوز اللي في كينيا اللي بيسهل العوده هنا في مصر. وعزيز عايز اقول لك حاجه عشان ما تتزاولش، دوري ابطال اوروبا السنه دي قاعده الهدف بهدفين للفريق الضيف اتلغت، اما هنا في افريقيا قال لك لا احنا هنكمل بالقانون القديم. يعني دلوقتي الزمالك سجل هدف في كينيا، الهدف بهدفين، هنكمل احنا في افريقيا بنفس القوانين القديمه عكس اوروبا، فما تجيش تتزاول. انا بقولها لك من اول ماتش للفرق المصريه او للاهلي والزمالك في بطوله دوري ابطال افريقيا النسخه الجديده نسخه 2021 2022، الزمالك قدم اداء جيد. هل احترم الزمالك المنافس؟ والله في شويه كلام محتاجين نتكلمه، بس اول حاجه قبل ما نقول احترام الزمالك المنافس ولا لا، عايز اقول ان انا بشكر كل لعيبه الزمالك والجهاز الفني للزمالك والجهاز الاداري في نادي الزمالك، ان الفرقه بعيده على كل المشاكل الاداره حاليا، ودي حاجه احنا لازم نقولها قبل ما نتكلم على الفريق الفني، لان الفريق فنيا قبل ما نتكلم في الكلام الفني، التيشيرت الجديد بتاع نادي الزمالك ده تيشيرت سيء، وتيشيرت يعني واضح ان التصميم بتاعه سيء جدا، وده لا يليق بنادي الزمالك. دي حاجه اداريه وحاجه بتخص مجلس اداره الزمالك مش بتخص الفريق. اما الفريق بقى، فمباراه النهارده كانت نوعا ما متوسطه، لان الماتش ما كان سهل قوي، لان الارضيه اللي كان بيلعب عليها الزمالك النهارده دي كانت ارضيه صعبه جدا، تحس انك بتلعب بكره بلاستيك، والكره عماله تنط على الارض وتطلع، الكره عماله تنط، مفيش ارضيه مستويه خالص، يعني الملعب يبان لك من بعيد ان هو الصوره كويسه وتمام، انما جوه الملعب واضح ان لعيبه الزمالك كان عندها معاناه غير طبيعيه ان هي تنقل الكره من رجل لرجل. بجانب سوء الارضيه، فباتريس كالترون بدا بالتشكيل المتاح، الفرقه المفترض ان هي جاهزه، طارق وامام جنب بعض، المفروض ان في اليمين حمزه والشمال ابو الفتوح والونش ومحمود علاء، وتحتيهم جبل، موجود زيزو واشرف بن شرقي واوباما وسيف الدين الجزيري. اوباما بقى هو اللي محتاجين نقف مع وقفه كده، لان اوباما كنا بنقول عليه ان هو في الماتشات اللي بيسجل فيها وبيخلصها طبيعي انك ما تخرجش اوباما مهما كان سيء، لان هو قادر ان هو يسجل، بس الماتشات اللي اوباما مش بيسجل ومش بيمشي كوره ومش بيساعد الفريق، وقتها بتقعد تسال نفسك هو اوباما ليه بيلعب اساسي؟ بتقولوا بتهد في الفريق، لا يا باشا مش بهد في الفريق، انا بتكلم على اوباما وبتكلم عن لعيبه نادي الزمالك مش بتحترم الخصوم بتاعتها من فتره طويله جدا. يعني النهارده انت سجلت الهدف الاول ليك عن طريق اشرف بن شرقي، بعد ما بن شرقي الارضيه وسوء الارضيه السبب في ان هو يضيع الاسيست اللي كان معموله من اوباما نهايه الشوط الاول، تمام متفقين. انما انت بعد ما سجلت الهدف الاول اتظلمت في الهدف اللي جابه الونش من الفاول، بس ما اتظلمتش في الفرص اللي كانوا عمالين يضيعوها لعيبتك، ما اتظلمتش في الانفراد بتاع اوباما ولا في الكره بتاع زيزو، ما اتظلمتش خالص. بس انت النهارده كان عندك حاجه مش موجوده في الدوري المصري السنه اللي فاتت، انك لما كنت بتضيع كنت بتستقبل، انما النهارده انت عمال تضيع ومفيش فرصه انك تستقبل، لان الفرقه اللي قدامك مستواها سيء، فموضوع انك جاي ومحترم الخصم وجاي بتلعب ومحترم الفرقه مهما كان مستواها متواضع، لا الكلام ده اتلغى من القاموس، والكلام ده لعيبه نادي الزمالك مش بتلتزم بيه في الدوري المصري علشان تلتزم بيه في بطوله افريقيا، فاحنا محتاجين وقف من جانب المدير الفني السيد باتريس كالدرون مع لعيبه نادي الزمالك في الفرص اللي بيضيعوها دي. هل باتريس كالدرون قادر ان هو يوقف لعيبه نادي الزمالك على الفرص اللي هم بيضيعوها دي؟ ما اعتقدش ان كالدرون يقدر يعمل كده، بس بتمنى ان هو يعمل كده، شوفوا انا ما اعتقدش، بس بتمنى ان الراجل يقدر يعمل كده. تغييرات باتريس كالترون كانت طبيعيه جدا، ما عندكش غير شيكا، ما عندكش غير شيفو، ما عندكش كمان غير لعيب زي رؤى تنزله في النهايه مكان امام عاشور. مباراه النهارده مباراه بدايه موسم وبدايه ماتشات رسميه نوعا ما جيده، بس مباراه النهارده محتاجه انك تشد ودن لعيبتك وتورس ودن لعيبتك وتورس ودن اوباما وتقوله لو كملت على كده انا مش هنزلك الملعب تاني، وخليك قوي مع لعيبتك. مش معنى انك عندك مشاكل وظروف في النادي انك تدلع اللعيبه بطريقه غير طبيعيه، لا الموضوع اوفر والموضوع مبالغ فيه، ولعيبه نادي الزمالك محتاجه ان هي تشد ودنها، ومحتاجين جديا ان احنا نخلص ملف التجديد لاشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لازم يتجدد له، لازم يتجدد لبن شرقي، بس حته شرط الجزائي دي لا، انت مش هتلود دراعنا بس احنا محتاجين ان احنا نجدد لك. دي حاجه بتمنى لبن شرقي يجدد في الزمالك، وبتمنى ان النهارده اوباما يتقرص ودنه واللعيبه الثانيه تقرص ودنها علشان خاطر الماتش كان سهل، ما ينفعش انك تصعبه. وبتمنى كمان انك بعد قرصه الودن دي تعمل لايك او سبسكرايب هنا في القناه، او تقرص ودني وتعمل ديسلايك وريشن في الكومنتات او تعمل